سيف حياك خويا، واش راك صافا؟ مرحبا بك خويا، مرحبا بك عندنا. هذه حياتي من الباهية وهران، تحكي لكم مسيرة أحد نجوم الكرة الجزائرية وأساطيرها ميلود هدفية. ميلود الله يرحمه كان لا بروميير ليسونس تاعها سنيها في لاز، كان الوالد عاد في لاز. تيرا ما يهضر ما والو، يلعب الفوطبال. سيتي لان دي ميور جوار دو موند. كان مين يلعب البوله ويخسروا رقدهم بكري الصغار. تري تري تكنيسيان، الليبيرو تكنيسيان قليل. جينيراسيون تاع ميلود il fait partie de la génération qui a pris le flambeau de l'équipe FLN. هذا الانسان اون بو با لوبليي. خرج خرجتها كارطون بطاقه حمراء، تشالي يدها هاك وقال لي نندم على الغلطه اللي درتها. هذا انسان محترم محترم محترم، انسان اللي ما خلى حتى حاجه اللي تهدرها موراه. وانا كنت انا الكونتر عليه وكنت نبغيه بزاف. انا حد الان حد الان انا يقولوا على حسب ما يقولوا لك انت تشبه له بزاف. كان في الجي، كانوا في عين مليله لعبوا البوله. مين جا جا جودي سوار نورمال لو فوندردي لا ماتيني مرض. انا نعقل لي يعيط لي دادي، هذه كلمه دادي ما تنقلع ليش من راسي. من مات كان خلاني مولات 11 ما حقناش نجوا هاد السيد هذا. ومو انا ولادي نحقروا. يعطوه لا كونسيديراسيون لهذا الجوار الى ريبريزونتي الجيري. او لو ولده راه الحجر يقول هنا كانت الاولى اللي جات هذه الشروق. لو لاندي دخل كوما، لو لاندي مات. ميلود عاقل والله. قيصر الكرة الجزائرية ميلود هدفي، تشاهدونه سهرة هذا الأربعاء في الأوقات التالية.